السلام عليكم مشاهدينا الكرام. منذ ملايين السنين والفهد الصياد أسرع حيوان على الأرض، يضع نصب عينيه الغزال كأفضل الفرائس. الفهد الصياد والظبي خصمان متكافئان في المعركة بين مفترس وفريسة، لأن سرعة الفهد الخارقة التي قد تبلغ 120 كيلو مترا في الساعة تقابلها سرعة الظباء العالية جدا التي قد تصل إلى 95 كيلو مترا في الساعة. تعتبر الفهود واحدة من أنجح المفترسين في أفريقيا في صيد الفرائس. يشن الفهد هجومه المباغت على قطيع الظباء البرية، ينطلق خلال ثوان معدودة من سرعة الصفر إلى سرعته القصوى متجها مباشرة نحو الهدف. ما أن ينطلق الفهد الصياد بسرعته التي لا تنافس حتى يقضي على الظبي، لينقض الفهد ويمسك فريسته بأسنانه وينهي الأمر خلال دقائق. يحاول الفهد أن يرتاح بعد الجهد الهائل الذي بذله خلال سرعته القصوى، يحاول تناول أكبر قدر ممكن خلال وقت قصير، لكن القصة لم تنتهي بعد، إذ أن السهول الأفريقية تعج بالحيوانات المفترسة الجائعة. لا يمتلك الفهد طاقة كافية لمجابهة الضباع، إذ قد استنسف طاقته بالكامل خلال مهمة الصيد، كما أن ضباعا جائعة كهذه تكون شرسة وعنيفة، قد تسبب عضتها جروح عميقة. 50% من فرائس الفهود تسرقها حيوانات مفترسة أخرى. تسرع الضباع بالتهام الفريسة وتتقاتل هي الأخرى عليها، كأن الضباع تعلم أن هناك مفترس آخر قادم. تسمع اللبوة أصوات الضباع فتاتي متخفية، تراقب عن كثب أعداد الضباع. وجود ضبعين في المكان ليس خاطرا عليها، فهي باستطاعتها التغلب بسهولة عليهم. تشن هجومها المباغت وتحاول اللحاق بما تبقى من جيفة الظبي. ما أن رأت الضباع اللبوءة متجهة نحوهم، تفر ممسكة بجزء من الفريسة، لكن سرعان ما تخلت عنها وقررت النجاة بحياتها، فتخسر هي الأخرى وجبتها. ما تبقى من الفريسة الآن هو من نصيب اللبوءة. سهول أفريقيا، الآلاف من الحيوانات تبدأ بالشروع في أكبر هجرة ملحمية على الأرض. إنها أضخم هجرة لقطيع واحد من الثدييات البرية على كوكب الأرض. تطارد العواصف الأفريقية بحثاً عن العشب الذي ينضجه المطر. تلك رحلة محفوفة بالمخاطر. اللواحم التي تصطاد وتقتل تتواجد في تلك السهول بشكل أكثر من أي مكان آخر في أفريقيا. ما أن تصل القطعان فإنها تثير صراعا على الطعام منقطع النظير في الطبيعة. هذه هي هجرة التياتر العظيمة في أفريقيا. إنها الأيام الذهبية لمفترسي أفريقيا. تتزاحم الحيوانات وتدفع بعضها بعضا، تندفع الثياتل ولا مجال للتوقف، تعبر النهر المحفوف بالمخاطر. الوثب عاليا يعطي الثياتل الأسبقية. تتحرك مسرعة قبل انتباه التماسيح التي تراقب التحركات تحت الماء على طول الشاطئ.
يندفع القطيع مع تيار النهر القوي، لكن الثيات القوية بالسباحة بعزم قوي يمكنها من العبور. بالنسبة للتماسيح، إنها الفرصة التي تنتظرها منذ وقت طويل. تستطيع اصطياد أي فريسة تشاء دون عناء يذكر. يعج النهر بالثياتل حتى التماسيح لا تستطيع أن تخلص نفسها، ومع ذلك يستمر الصيد. ينجح البعض ويتجاوز الخطر ويسقط آخرين. يفقد القطيع خلال هذا الزحف العشرات، ويتعرض الكثير منهم للإصابات والجروح، كل ذلك من أجل الوصول إلى الأرض الخضراء، الأرض الموعودة بالنسبة للحيوانات البرية. The crocodile coming down here now.